مرحبا شباب الريبلز، معكم هيموكوك. اليوم جاكم فيديو جديد من كلاش رويال مال ريبلز. وش راح اطمن عنكم اليوم؟ راح نجرب قدامكم المفجر المطور. اول اشي ضد الموتر حاطينه، وبضرب 3 ضربات بدل الضربة الواحدة، يعني بصير من القنبلة بتنط هي نطة صح؟ هسه هون صار نط كمان نطتين. زيادة على ذلك ما بطل يموت بالاسهم، وكمان بده بس دورة واحدة مع انه الثاني كسير، المفروض يكون بده دورتين او اكثر. الفرق بين المفجر المطور والمفجر العادي، فعندنا نقاط الاصابة 483، اخليها لمستوى 11، 332، اما هون 414 ما بيموت بالاسهم. الضرر في المنطقة 230 ما تغير عليه، السرعة زي ما هي ما تغير، كمان سرعته هو ما تغيرت، الاهداف ارضي النطاق. اما هنا القفزات زادوا مرتين، وضرر القفز 230، يعني القنبلة الثانية والثالثة هن نفسهم القنبلة الاولى بس زيادة. راح العب ضد لورد اكس، ولكن قبل ذلك خلينا نجرب عليه بعض الاختبارات. اول تجربة خلينا نشوف بالله قدام الراسكلز، لما تنط القنبلة هل بتقتل الراسكلز البنات؟ تضرب فيهم بس قنبلة واحدة وراح يموت هو من الراسكل الاصلي، فاشي جدا جميل. راح اجرب افعل فيه برج الملك. هسه هو مدى قريب ولكن ضرباته بعيدة، يعني لو احط انا هذا هنا فالمفروض ينط عليه. نسقو، انا كنت عارف انه راح يفعل برج الملك. تفعيله جدا سهلة، هو مدى قريب على البطاقة ولكن القنبلتين اللي بنطوا وراه هن اللي بعاد. هسه بدي اجرب قدام الجريف يارد مع وجود الكانونير، هل بسد مكانه؟ راح العب نيكد جريف يارد هيك والعب عليها مفجر. اتوقع لازم لعبت شوي لتحت لانه هو رفع لفوق. اوكي شكلي لازم اعيد ال، هو منيح سيء، هو سيء. ما بسد مكانه. لا نشوف البربيريان مع الجوبلين جانج. اوكي احطهم كلياتهم مع بعض، خلينا نشوف اذا يمسحهم ولا لا. طبعا اجباري يمسحهم هو، والله الدم برو صفطت التصفير. نايس. في عندي كمان تجربة جميلة اللي هن بدي اشوف قدام هدول اللي بيلعبوا زي هيك. يا هذا اللعب، خلينا نشوف اذا المفروض يشيله هو. نايس اوكي حلو. صراحة البومبر من ناحية دفاعية راح يكون جدا قوي، ماشي؟ ومن ناحية سبورت اللي هو دعم راح يكون جدا اقوى. خلينا نحكي انك انت باني هجمة، حاط انت جولم ووراه مفجرين البومبر المطور، راح تلاحظ بانه هو ورا الجولم صح، ومحمي من الجولم وعم بيأدي غرضه ولكن على مدى بعيد زي الفيكراكر. طبعا زي ما حكيت ما بيموت هو بالاسهم، هذا اشي جدا جميل. شفتوا بيأدي نفس غرض الفيكراكر، ما بيموت بالاسهم، ورينجه جدا عالي، يعني ما وصل للجسر عشان يوصل للبرج، عم يضرب من بعيد وسايكل واحد بس. انت لازم تسكله مره واحده عشان نجيب المطور. هل هو قوي؟ انا بقول لك انا قبل اول ما جربته حسيت سيء، ولكن بعض هاي السيناريوهات فرجيت انه باثنين كسير بعمل العجايب. احكونا رايكم تحت بالتعليقات. مرحبا، جاهز هيمو للجولة بالبطاقة الجديدة؟ جاهز عشان افرجيك اللعب الصح. اذا انا بخسر هو احنا بنجرب البطاقة، ده مربح انه انا احسن منك. طيب بس احنا بنجرب المفجر. ماشي المطور. المفجر المطور يا راح نشوف هسه معلم جريفيارد ايزي بيز مشكوزي. طبعا انت هسه فايز تحدي 12 فوز، تحدي كبير فلازم تغلبني ماشي، لان انت تتوقع هسه بعدك ايش؟ بعدك في كامل قواك العقليه وال، انا بس بدي اجرب. اوه معك مضاد قوي. اها انا بس بدي اجرب اللي هو البومبر. والله كيف هذا والله صح. يا شو بالله هنا انا ما يي يي شو جنس سنوفال الحلو هاي برو. ما انت معك مضاد، احنا بنجرب هون التشكيلات، المباراة مش محسوبة. يلا طبعا البومبر وصلت للنسخة المفجرة. انا حكيت النسخة المفجرة هي فعليا مفجرة لانها بيض. ما هو انا هيدا نزله، بس انت يعني نزل اشي عشان نجربه. اخوان من قد ما هو البطاقة المفجرة هاي متفجرة مش عم نلعب فيها قاعدين. طيب هسه راح ننزله، راح تشوفوه هو بيشبه البولر بس كانه سعره 2 كثير. فاخي والله بوصل، والله وصل البرج، والله بوصل على البرج. اوكي والله بطاقة ممكن تكون ممتازة. تمام وصل على البرج، البالون انسحبش للاسف. والله انبهرني برو. انت كانك رميت اعصار. اسرينجو ولا وبعدين بنتقد الاعصار تبعوني. شوف الله لا مو في لافا باب، حرام عليك يا زلمة. لا والله هن سحبوا المرة الثانية. تمام نشوف كرة الثلج عليك كيف.
معلم تقريبا نصف الطاقة. وهو على الجسر عم بضرب البوصل. بيشبه مبدا الفاير كراكر كثير. هسه بتنط القنبلة كمان نطتين زيادة، هي نطة واحدة بتكون صارت تنط ثلاث نطات هسه. جميل. والاسهم ما بتخلص منها من النسخة المطورة. دورة واحدة. صراحة هون اشي جميل. بس انا استغربت انه دورة واحدة، لانه اثنين كثير، مش المفروض انه يعني بسرعة بسيكلون الناس وهيك. بتعرف شكله خافوا انه يصير نفس مبدا الايس، انه ما حد يستخدمه. بس كيف الحركة هاي؟ انا اقدم لك البالون قدام اللافا هاوند. جنان. ما حركة ايش؟ ما انت معك مضاد. بس لا جنان. جنان اصلا بيربح، لو عمره ما لعب كلاش بيربح فيه. بس الحركة لحالها يعني تدرس. هي حلوة. اوه. طيب لو العب انا هذا من هاي الجهة. شوف 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 شوف. شوف ترى بدي اجرب عليه الاسهم عشان اشوف ما بتخلص منه. يا ناس. جميل. والله تبعك المفجر شال الفجر تبعي على الجسر. والله مقبولة البطاقة يعني ك هي كالتنكسير. هي مش عارف يعني مقبولة مقابل اثنين ودورة واحدة مقبولة. لا جميل. جيدة يعني. المباراة الثانية اللي راح يخسر فيها كمان برضه الوردكس، هو الهدف مش انه يخسر ولا يفوز، هو الهدف انه ايش؟ هي تجربة. نجرب البطاقة الجديدة، بس راح يخسر يعني احنا قاعدين نجرب فيها تمام. لا هسه راح نروح انا. طيب. هاي التشكيلة مناسبة جدا. انا ايوه انا كمان حاطط لك تشكيلة مناسبة للمفجر، لأنه كل شيء أيوة. فيها أرضي، فأتوقع يعني ممكن تفيدك. انا كانوا نفس التشكيلة من الأول. تشكيلة العطلة هاي. اوكي. لا أنا مستحيل على تشكيلة قذرة زي هاي. هذا هون معلم. أنا بتعرفني عندي أسس وأخلاقيات. نزل الجوبلين دريل. نفس التشكيلة. لا مش نفس، في تغيير بسيط بيني وبينك. في شوية. شوف أنا على الأقل ما بلعب الأمير. أيوة. صراحة الليتل برنس كثير بروكن. لازم يغيروه معلم. هي قدرته. والمشكلة إنه قدرته حتى لما يموت تتفعل. هون المشكلة. الأبطال الثانيين ما بيصير نفس هالإشي. في جلتش عشان نصلحهم. طيب انا هسه البومبر حاطه هنا بدال فايك راكر عشان نصيد من الجسر، راح نجرب تمام. نشوف لو بتقدر تصيد. لا بس السبلاش تبعها ما هو كبير، مش كثير. بس منيح يعني شايفه مقبول. والله مات. بالضبط. الامير بتغدى عليه بسهوله. ولك هذول كيف وصلوا هذول؟ طب دقيقه بس الحلو فيه انا الثاني كثير برو. اوه راح يوصل على فكره. والله راح يعمل ضرر جنوني. لازم يقرب. شو الضرر اللي بيعمله؟ طلع قديش بيقرب يا زلمه. بس لازم يقرب. يعني ممكن هو يضرب من بعيد، بس لازم يكون في بطاقه عشان يضرب بس من بعيد. اذا لاحظت وبس وحده اللي بتوصل للبرج. مش هو لما يضرب على البرج ثلاثه وحده منهم بتطفيه بس. معلم ما لك قد باش هذه. تمام. اوكي. هذا توصل. يعني طلع كيف راح يبلع حسه هو. كثير بيض برو. ما بتلحق تعمل فيه اشي. بيموت بسرعة زيان الحد. اتوقع هو دفاعي زي السكلتون يمكن يكون صح؟ مش هجومي. لانه طلع بس يوصل البرج على الفاضي يعني. ولا بس لا السكلتون انا بحسه هجومي كثير حتى. حاليا على الاقل في كلاش. السكلتون غلط واحد ببلعك الدنيا فيه. بس انا بشكل عام. ما هي هون خطورته. بس هالبطاقة ما بتسوي هالضرر طلع. حتى بالدفاع يعني هيك فكرة جميلة. والله كيف راح برجك؟ ولا يا منوب كيف راح برجك؟ والله كيف صار يدافع المنوب. شو الحركة؟ شو يا ربي يا ربي. خلص الوقت. بس كيف راح برجك؟ انا ما كنت منتبه. انا كنت كمان بلعب زي كذا. شكرا بالكريم. كنت قبرم. بهاي المباراة جبت لك جريفيارد، حاب اختبره لما يجيك المطور قول لي. بدي بدي ارمي ايش على الجسر والجريفيارد، انت بس العب على الجريفيارد بدي اشوف اذا انه بيشيلها ولا لا. انا معي البومبر. ارمي. طيب. ارمي المقبره بدنا نجربه ضد البومبر. فوت. ايوه زدت بالله على الجريفيارد. شوف كيف بدافع. بس المفروض انزل شيء ثاني ولا لا, 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 لا لازم ندافع عن جد صح؟ انزل زي اوكي زي ما بدك اياه. ضد المقبره يعني ما كثير سبيهي. مش عارف حسيت النسخة العادية أحسن. لا 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 بستن... لا أحسن هذا بالعكس. هسا شوف أنت الزاوية اللي لعبتها صح 100%، هاي الزاوية بتمسك كل الجريفيارد لما تلعب فيها البومبا. ما هو هاي هي والثلاث نطات جدا منيح ترى. يعني استنى خلينا نشوف كيف بدافع ضد العملاق. ما راح أنزل إشي ولا راح يعمل إشي ثاني. بس قنبلة واحدة بتطب فيه. اثنين على الفاضي عم بروح على الأرض. بس ما بتحس إنه ضربته أبطا لأنه الكرة عامل استنى ايوه هذا اللي انا كنت بحكي لك عنه. حسيته انه ابطا. انا صراحه ما شفت عندك كم ما شفت الاستات. عندك كم مقبره؟ لا اسمع عندك كم مقبره؟ لا بعد بسرعه بدي ادافع واعمل نفس الهجمه بس من جهه اليمين. نفس الزاويه بالله. هاي ايوه هاي المتفجر يي بس شو مشكلة عادي صار يمسك البربرنز لانه
مش عارف كأنه ما بتفرق كثير. هو انت داك برنس لعبت. انا لو في معي ايس جولم بس عشان اتنك فيه على اليسار ما يعمل كثير ضرر، وانت تلعب بس البومبر على البوم. بس كأنه نفس الاشي صح، ما فرقت كثير يعني كدفاع ضد المقبرة. بدي اشوف هون اذا انه بطيء، متوقعش يصير بطيء. سرعة الاصابة 1.8 نفس السرعة يا